قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى جمع رقية، والرقى منها ما هو ممنوع ومنها ما هو مشروع. الممنوع يعرف بذكر المشروع، إذا فهم المشروع فإن غيره ممنوع. المشروع ما كانت فيه ثلاثة شروط، ما توفرت فيه ثلاثة شروط: أن يكون باللغة العربية، يعني دار ترقي زول باللغة العربية، وبألفاظ مفهومة، لا بالطلاسم ولا بكذا ولا كذا ولا كذا. أن يعتقد أن الشافي هو الله وحده، وإنما هذه الأشياء سبب. ثالثا أن تكون الرقية من الكتاب والسنة. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة ولتراجع في كتاب فتح المجيد، فإن الرقية تنفع، وتنفع قال ابن القيم رحمه الله، قال: السلاح أو الفأس، قال: يؤثر ويقطع إن كان هو قويا، وإن كان المحل قابلا، وإن كان الذي يحمله يحسن استعماله. يعني في فرار ماذا يقطع به؟ صبا، يقطع به شجرة، المحل قابل، وبعدين الزول اللي بيحمله يكون قوي يحسن استعماله، وهو في نفسه قوي، فرار ذاته الفأس قوي. لا شك أن القرآن فيه شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لا، بعض الناس بيقول لك أنا رغيت والزول ما بيقى كويس، ما بيقى كويس، ده واحد من ثلاثة: يا الله ابتلاه لفترة معينة ثم يرفع عنه هذا البلاء، كما ابتلى أيوب عليه السلام وكما ابتلى غيره من الناس ومن الأنبياء. يا إما ده يبتلى تصبر على البلاء. الأمر الثاني أن هذا الذي يرقى إليه غير قابل، أي محل غير قابل، لأنه مشرك بالله تعالى. أو الثالث الذي يرقي هو الذي فيه الخلل، دار يجرب تجربة وكذا وكذا، بس واحد من ثلاثة. يا زولك ده الله ابتلاه فترة وبيرفع عنه البلاء، انت تصبر. لا، ناس، في ناس بيرقدوا في المستشفيات يقول لك انا ماشي احسن مستشفى والسرير بكذا والدكتور ده مشهور وفي العالم، وبعد ده بيرقد فترة تلقى ما بقلق، تلقى راقد لك والله تعبان غايته الله يشفينا، لكن تقول لا امرك مش مستشفى ثانية عامة ولا، يقول لك لا لا دي ما في احسن منها. طيب انت ما بقيت كويس لازم، يقول لك لا نصبر، نازل ما عندهم فهم وعندهم اشياء وعندهم كذا وترى راقدين، يعني في امر الدنيا هو بيصبر. قراقد في المستشفى شهرين وثلاثه واربع شهور، لكن في الدين تلقى مقلق. شكاية الرقيه دي اثارها مرات يجي بعد سنه، زي ما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ ابن باز وغيرهما. ولا تلقى الزول ذاته اللي بيعملوا له الرقيه هو في نفسه غير قابل، لأنه مشرك، تلقى عقيدته منحرفة. عشان كذي في صحيح مسلم حديث صهيب رضي الله عنه، القصة المعروفة، وده من أقوى الأدلة، لما قال جليس الملك للغلام اشفني، قال: إنما يشفيك الله، فإن آمنت دعوت الله فشفاك. أنت تؤمن وأنا بدعو الله بيشفيك. وفي القرآن كذي رب العزة والجلال قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمنه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فإنت الزول الأزات اللي بتجي ترغليه ده وريه، ولا زول بيشفيك الله، ما بيشفيك أنا، بيشفيك الله سبحانه وتعالى، وأنا سبب ترى بقرأ لك وما عندي فضل، أنا مخلوق لله، والقرآن ده كلام الله، القرآن ما مخلوق لكن كلام الله،
سبحانه وتعالى، والشفاء بيد الله، وتعتقد في الله سبحانه وتعالى، ما فيني أنا. بعد ذاك ترغيب. ولا الزول البرقي ذاته تلقاه ذاته عنده تقصير، إما هو دار يجرب، ولا تلقاه صاحب ذنوب ومعاصي. واحد قال لي مرة، قريت لي زول قال لي شيطان كورك، قال لي أه وأنت الصبح ما صليت جاي تقرأ لي شيطان ما لاف، عارف الحاصل، ما عارف الزول، قال لي أنت الصبح ما صليت، قال لي والله خجلت خجل، قلت له ما تصلي يا أخي، أنت صلي الصبح وأقرأ لي يا أنت هو الأخبار، نسأل الله العافية. لا كتار وليت ترغلي وكذا وكذا، انت تفعل كذا وتفعل كذا. في ناس بكوركو مما شيطان استحضر بس بيواصل، انا قبضتك في كذا وبراك بتفعل كذا بس بيواصل، اسكت عدو الله واشتغل اشتغل فيه. اما الرقى الشركية التي فيها طلاسم وفيها استخدام الجن وفيها فعل السحرة والكهنة والعرافين والدجالين، فإنها ممنوعة في شرع الله سبحانه وتعالى. والتمائم جمع تميمة، وقد سميت بهذا الاسم لأنهم كانوا يعتقدون أن بها يتم دفع العين، سميت تميمة لأنهم كانوا يعتقدون أن بها يتم دفع العين، كما في القول المفيد لابن عثيمين رحمه الله تعالى، وكما في قول أبي السعادات وهو ابن الأثير رحمه الله تعالى، نقله الشيخ عبد الرحمن ابن حسن في فتح المجيد، قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري، أبو بشير هذا صحابي رضي الله عنه، وقال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم، يعني لا نعرف له اسما، والصحابة وإن لم يسمى الرجل فضلا عن أن يكنى، إن لم يسمى فهو عدل، الصحابة جميعا عدول، لو قيل قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وثبت السند إلى هذا الرجل ولم يعرف هذا الرجل وإنما هو صحابي، فإن الحديث يصح، لأن الصحابة ليس فيهم كذاب واحد رضي الله عنهم أجمعين. وأمر الله الصحابة أن يكون بعضهم مع بعض لأنهم أهل صدق وأهل دين وأهل تقوى، قال الله لكعب ابن مالك ولغيره من الصحابة بعد آيات التوبة، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهم الصحابة ومن سار على نهجهم رضي الله عنهم جميعا. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، في الصحيح في صحيح مسلم، فأرسل رسولا، هذا الرسول لم يسمى في هذه الرواية، في روايات سمي وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه، هذا الرسول هو زيد بن حارثة رضي الله عنه، فأرسل رسولا أي النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال الشيخ الفوزان قوله قلادة من وتر أو قلادة، هذا فيه حرص الصحابة وفيه صدق الصحابة وفيه ورع الصحابة، إذا شكوا في العبارة فإنهم يقولون عبارة نحوها أو يقولون العبارة ويقولون أو كذا، ينقلون بالمعنى، وقد تصيب ألفاظهم ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن البصري رحمه الله في مقدمة بعض التفاسير، قال إن لم تكن الرواية بالمعنى لهلكنا جميعا،
لكن العبد إذا روى بالمعنى فإنه يقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قلادما يقلد على البعير، يعني زي الرقبة، الرقبة بيلفوا فيها شنو؟ حبل، مرات فيه حجبات، وده الآن كثير موجود يا جماعة في السوق وفي غيره في بعض الشوارع. وفناهم بعيننا تلقى الحصان معلقين فيه، كمون معلقين فيه هناك، وتلقى براد جنبك ما في أي شيء، براد وأوباما ولا فساي، وده حصان تلقاه معلقين فيه شنو؟ حجاب وكمون وكذا. وهذا من جهل الناس، ومن إلا من شاء الله تعالى. من وتر، الوتر معروف هو الذي يكون على القوس، اللي هو النشاب فيه حاجة زي السلك، ده الوتر يخط فيه السهم ويضرب ويقذف. فأرجو تعليق هذه القلائد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع، أن تقطع، قال إلا قطعت، أي أمر الناس بقطعها، وهذا فيه تنقية البلاد والعباد والخلق من الشرك بالله سبحانه وتعالى ومن مظاهره. ولو أن الناس حاربوا الشرك ليلا ونهارا وسعوا في نسف وفي إزالة مظاهره لنزلت البركات من الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. شكي بلدنا دي، نسأل الله العافية ونسأل الله يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. والله ممكن ناس يصلطوا يفتحوا بلاغ في مسجد، ناس يصلطوا يفتحوا بلاغ في مسجد، وقباب كل يوم زايدة، ما سمعنا قبة وقعت إلا البرمية الله، وما بخلوه بجيبوا لها تبرعات بيقوموها تاني، والله قادر ينزفه وينزف تبرعات وكله. الله الذي لا إله غيره، نسأل الله العافية. قالوا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتول شرك، إن الرقى والتمائم والتول شرك، رواه أحمد وأبو داود. وهذه جملة اسمية مؤكدة، جملة اسمية مؤكدة. بعض أهل البلاغة في اللغة قالوا بأن المستمع، قالوا بأن المستمع أحد ثلاثة أقسام: إما أن يكون جاهلا بالمعلومة فهذا تلقى إليه ويأخذها، أي خالي الذهن منها أو خالي العلم، وإما أن يكون مترددا في قبولها هل هي صادقة أو كاذبة المعلومة، فهذا تذكر له مع مؤكد، وإما أن يكون منكرا فهذا تذكر له مع مؤكدين. وهنا قال: إن الرقى والتمائم والتول شرك، وهذه جملة اسمية، الرقى والتمائم والتول شرك مبتدأ وخبر، وأكدت بهذه الأداء إن الرقى، والرقى جمع رقية، والمقصود هنا الرقية الشركية وليست عامة الرقية، وإنما المقصود الرقية الشركية تحت السحرة والدجالين والكفار والمشركين. لك ممكن في نص الرقية يجيب لك ألفاظ ما معروفة، ويجيب لك أسماء، ويجيب لك أشياء وكذا، وينادي بعض ويقول لك ده الخدام. أي زول يقول لك أنا بتاع خدام ده ساحر، مما يقول أنا بتاع خدام ده ساحر. ما في جن بيخدم البشر ويلاقيه ويقعد معاه وكذا، ومتى ما يناديه يجيه، والكلام ده ساحر.
دول بيتعامل بالسحر، بيتعامل بهذه الامور، والخدام ده شياطين هم خادعينه. شكاي بعض السحره في الموت تلقى يروى عنه انه يقول لك خدعوني غشوني لما يموت، لك غشوني ولك ملائكه، وتلقى الشيطان يجي في شكل بشر ومرات في شكل شيء اخر الى اخره. وهذا من شأن هؤلاء الناس. التمائم معروفة ذكرناها قبل شوية، زي الآن بالدارية بتاعتنا الحجبات، حجبات التولة شيء يصنعونه يعتقدون أو يظنون أنه يقرب الزوجة إلى الزوج والعكس، يعني بحبب المرأة إلى الرجل والرجل إلى المرأة. والمؤمن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لو زوجة نفرت منه يعظها وكذا ويحسن إليها ويتلطف بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، ويدعو الله لأن القلوب بيد الله. قال تعالى وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. قلوب دي بيد الله، ذول ممكن يكون بكرهك بكرة يبقى يحبك والعكس. فهذا الحديث علاقته بالباب واضحة، إن الرقى والتمائم والتولى شرك، لا تعمل رقى شركية ولا بدعية ولا تعلق تميمة لا فيك انت لا في طفلك في طفلك ولا في بيتك ولا في دابتك عربية والسيارة وإلى آخره. والتولى وهذه التي عند السحرة وعند هؤلاء الدجالين، يدوك ورقة يقول لك خدها في البيت، ولا يقول لك حلها في موية وشربها للمرأة، ولا كذا ولا العكس. ايوه، او عرق المحبة، بسموه عرق المحبة. قالوا عن عبد الله بن عكيم مرفوعا اي الى النبي صلى الله عليه وسلم، من تعلق شيئا وكل اليه، رواه احمد والترمذي. حسنه الالباني ايضا رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب. من تعلق شيئا وكل إليه، وإذا وكلت إلى الضعيف فأنت ضعيف كما ذكرنا وأنت على هلاك. قال المصنف رحمه الله التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق شيل بعلقوه من القرآن فرخص فيه بعض السلف، يعني بعض السلف قالوا شنو جائز لو من القرآن، وبعضهم لم يرخص فيه قالوا حتى من القرآن شنو ما بجوز بعض السلف، يعني ما أذكر أمثلة إن شاء الله لمن رخص ولمن لم يرخص. قال ويجعله، أي بعض هؤلاء الذين لم يرخصوا، ويجعله من المنهي عنه، من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه يقول بعدم جواز تعليق التمائم ولو من القرآن. المسألة يا جماعة لما تكون فيها اختلاف أو خلاف تشوف الدليل مع من، ما تأخذك العاطفة، نحن كذا ونحن مذهبنا كذا ولا عقيدتنا كذا وخلاص، ما دام فلان قال كذا أدرع في رقبة عالم وابقى سالم ولا امرك سالم، ده ما من الدين، ده ما من الدين. تعرف الدليل وتعرف الحق، اختلفوا ناس تشوف الدليل مع منه. قال لكن اذا كان المعلق من القران فرخص فيه بعض السلف، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن ابيه، وحتى الرواية التي تروى عنه ضعيفة لا تثبت إليه، لأن في سندها محمد ابن إسحاق، وليراجع كتاب ميزان الاعتدال للإمام الذهبي ليعرف من أراد الحق أقوال أهل العلم في محمد ابن إسحاق، رواية ضعيفة ذاته. ولو ثبتت، لو ثبتت ذاته ما فيها حجة لهم من وجهين، الضعيفة دي فيها أذكار بيقوم بيعلقها لأطفاله، هي ذاتها ضعيفة ما ثابتة،
نقلها ابن كثير رحمه الله في آخر تفسيره وما ثابتة. أذكار شرعية ويعلقها في الأطفال، الكبار من أولاده بحفظهم والصغار بيعلقها لهم. بعض أهل العلم قال كالشيخ عبد الرحمن ابن حسن في فتح المجيد بحاشيته تعليقات الشيخ محمد حامد وراجعه الشيخ ابن باز رحمهم الله جميعا، قال يعلقها للصغار من أجل أن يحفظوها لأن الكبار يحفظونها. ده كلام تأويل لبعض أهل العلم، لكن ولو علقها من أجل دفع العين فهذا لا حجة فيه لأن الأثر ضعيف، واحد. اثنين، لو صح فقد خالفه غيره من السلف، قالوا وبعضهم لم يرخص فيه، يعني في بعض أهل العلم وبعض السلف ما رخص ولو في ولو التمائم من القرآن. ديل منهم منه؟ منهم عبد الله بن مسعود اللي بيقول لك عبد الله بن عمرو قال كذي رضي الله عنه، قل له الأثر ضعيف، لو ثبت صحيح خالف هذا القول أو أخذ بخلافه وهو الصحيح الأخذ بخلافه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه وعقبة ابن عامر رضي الله عنه وابن عكيم اللي هو عبد الله بن عكيم راوي الحديث وحذيفة ابن اليمان، ذي البراهم خمسة. ومن التابعين إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى وعامة التلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أول شيء ده من ناحية قول ليقول ذي الصحابة وده صحابي، واحد. اثنين، من ناحية حجة قالوا لأن التمائم ولو كانت من القرآن لا تجوز لثلاثة أمور بعد أقوال أئمة ديل ودي الصحابة كبار، بعد لثلاثة أمور. الأمر الأول عموم الحديث، من علق تميمة فقد أشرك، وفي اللفظ الآخر من تعلق تميمة فقد أشرك. تميمة نكرة في سياق الشرط تفيد العموم من القرآن من السنة من أي شيء ما بيجوز تعليق لأنه ده مقتضى اللغة، واحد. اثنين، قالوا سدا للذريعة لأنه قالوا بجوز من القرآن في بعض الناس بيعملها من غير القرآن وما دام الحجاب مكفول والتميمة مكفولة بيقولوا دي من القرآن، سدا لهذه الذريعة يغلق الباب. ودي مسألة بعرفها أي ذول عنده علاقة بالأصول أو بالفقه، باب سد الذرايع. وأدلة كثيرة، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ثلاثة، قالوا لأنها تصير عرضة، أي هذه التمائم التي فيها القرآن تصير هذه التمائم وبالتالي القرآن عرضة للامتهان، علقوها في اليد العرق ينزل فيها وفيها قرآن، وعلقوها في الرقبة بتاعت الطفل والريالة تنزل فيها لعاب، وده امتهان لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذه الأمور الثلاثة، وهذا هو الذي معه الدليل، نازل بيجوز وما في دليل، ما في دليل ذاته. والقاعدة المعروفة لا اجتهاد مع النص، حتى اللي بيقولوا ده اجتهاد لا اجتهاد مع النص. طيب، قال وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، لعل الحياة ستطول بك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعلام نبوته لأن رويفع مات في سنة 56 من الهجرة، يعني مات بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ب46 سنة والحياة طالت به. قال لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس، ور الناس أن من عقد لحيته، معناه هنا عندهم أصلا، لكن قال لك من عقد لحيته
أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. معناه دي أمور خطيرة. عقد لحيته ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد ذكر علتين. العلة الأولى أنهم كانوا في الحرب يعقدون اللحية يعني بمشيطوها بكوفتوها يعني تكبرا وتجبرا، وفي هذا تقليد للأعاجم، ده كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن سواه تكبرا يعني. والعلة الثانية أن في هذا تشبه بالنساء لأنه هون بكوفتن وهو كذا وكذا، وهذه التي ذكرها أهل العلم ما بجوز. أو تقلد وترا أي يعتقد أنه يدفع عنه الضر أو يرفعه أو كذا، تقلد وترا. الوتر ذكرناه الحبل أو السلك اللي بيكون شنو في القوس. أو استنجى برجيع دابة أو عظم، استنجى برجيع دابة أو عظم، وهذا فيه نهي في هذا الحديث وفي غيرها من الحديث، لأن العظم يكسوه الله لحما للجن. فإن محمدا بريء منه يتبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. علاقة الحديث ده بالباب شنو التمائم. قال أو تقلد وترا، تعلق لك شيء وتعتقد انه ده بيدفع عنك الضر او يرفع. وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال من قطع تميمة من انسان كان كعدل رقبة، كعدل رقبة. رواه وكيع، وكيع ابن الجراح روى عنه الامام احمد، وكذلك هو معروف وكيع ابن الجراح من مشايخ الامام الشافعي وهكذا. من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، سواء نال هذا الفضل أو لم ينله، فإن الذي يقطع تميمة فإنه سيؤجر، لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى، البر فعل الطاعة، والتقوى ترك المعصية. والذي يعلق تميمة قد عصى الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. علق له حجاب، علق له جزمة في بتاع الطفل في عربية غير من التمايم والحجبات، كونه واقع في إثم وكونه يتدعاون إنه يترك الإثم ده داخل في الآية، وأنت تؤجر عند الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، إلى آخره في صحيح مسلم. قال وله عن إبراهيم، لوكيع عن إبراهيم أي النخعي، كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، يكرهون أي يحرمون. قال الفوزان الكراهية عند السلف التحريم، التحريم. والقرآن جبه كذي، الله سبحانه وتعالى من ذكر مجموعة من المحرمات، منها القتل ومنها الزنا ومنها التطفيف في المكيال والميزان، ومنها 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 التكبر في سورة الإسراء، بعد ختم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مكروها أي محرما عند الله سبحانه وتعالى. قال فيه مسائل ودي نختم بها إن شاء الله تعالى. قال الأولى تفسير الرقى والتمائم، فسرنا وزوزات تمشي ترغي يقول لك أنا برغي لك مما تجي داخل عليه، يقول لك إنت فلان ابن فلان ده ساحر، ولا يقول لك هاك دي محايا شرفة ما عمل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا دي بخرة يتبخر بها دي من البدع ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحرق القرآن يوما من الدهر ويبخر به الصحابة، ما ولا بتلقاها لا في القرآن لا في السنة. ولا يقول لك انت مشكلتك كذا وكذا، ولا يقول لك فيك 12 عارض، ولا يقول لك فيك عين قديمة جدا،
دخلت عليك في السوق ومن واحد كذا وكذا ده عرفه دجال وكذاب، والزول البرقي ده يا جماعه يقرب القران وبالسنه وكلامه واضح لبتمتم لا عنده حاجات بستر وانت شايفه. طيب وبتاعنا الجلسات برضه ده لغتاون اقول لهم محلات الجلسه الفلانيه بكذا ب 300 الجلسه وب 500 وان لقاك مفلس كوفتك سريع سريع ولا هذول شغلتك دي مرقت خلاص ومرقوا. طيب ده كله يا جماعه ما من هذه السلف ولا كان بيفتحوا محلات بتاعت رقيه ابدا. قال الثانيه تفسير التولى، قلنا شيء يفعلونه يزعمون انه يحبب الرجل الى المراه والعكس. الثالثة أن هذه الثلاث رقى التمائم التولى كلها من الشرك من غير استثناء، أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء من غير استثناء. هذا يأتي تفصيله في موضع آخر وسيذكره المصنف أيضا إن شاء الله تعالى. يستثنى من ذلك الرقى الشرعية فقط، أما التمائم والتولى لا استثناء فيها. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، ليس مما نهى الله عنه وليس من الشرك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، وذي ذكرنا الصحيح أنها لا تجوز ولو من القرآن وذكرنا كلام أهل العلم والصحيح. طيب السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك، ما بجوز تعلق في الحصان أشياء زي. السابع الوعيد الشديد على من تعلق وترا، قلنا الوتر بتاع القوس. الثامنة قبل الأخيرة من المسائل فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، ذكر فيه كلام سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. التاسعة أن كلام إبراهيم أي النخعي لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال كانوا يحرمون أو يكرهون التمائم من القرآن ومن غير القرآن، وده جمع كلام أهل العلم ودي الأدلة على أنه لا يجوز تعليق شيء يعتقد فيه النفع والضر أو دفع العين، لا تعلق كمون لا حجاب لا غير من الأشياء، وإنما تتعلق بالله وحده لا شريك له. نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا.